السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف صورة وعلى الماتيريال في البرنامج. طيب البرنامج اللي هو الانريل هو جاي من ايبك جيمز وهو اوبن سورس ومجاني، تقدر تشتغل عليه زي ما انت عايز. هو محرك العاب قوي. هقول له انريل انجين واقول له شغل الانجين. وعلى فكرة هو معاه تون موشن، ده من ضمن البرامج القوية جدا للرندر، وبيسطب على سكتش اب وبيسطب على ريفيت وهكذا. طيب دلوقتي اول ما بيبدا بيقول لي اختار المشروع اللي انت عايز تشتغل عليه. فتقدر تعمل سيرش على المشروع اللي هم اختار وعايز تدور على الاسم، او تقدر تعمل سيلكت لاي مشروع من المشروعات ديت، او ماركت بليس هتدخل على المتجر تقدر تحمل مشاريع، في حاجات فيها بفلوس وحاجات ببلاش. طيب نيو بروجكت، هتلاقي عندك طريقتين للشغل، البلو برنت والسي بلس بلس، هتكتب برمجه واكواد وحاجات زي كده. بس هو بيقول لك سطب انستول فيجوال ستوديو 2017. طيب ممكن تيجي تختار بقى، انا عايز اعمل مثلا بالبلو برنت فيرست بيرسون فلاينج، عايز اعمل الحاجه اللي انت عايزها بقى. تمام، تقدر تبرمج زي ما انت عايز. خلينا مثلا فلاينج، احنا كنا في الماتيريال بس مش هتفرق. هنا بقى تقدر تختار هل انت عايز تعمل ديسكتوب ولا للموبايل، وتختار المشروع بتاعك هيبقى موجود فين، اللوكيشن بتاعه والاسم بتاعه. هيبدأ يحمل الملف. طبعا انت ممكن تعمل بيه محرك العاب، ممكن تاخد الشغل اللي موجود على اي برنامج، برامج البيم، وتعمل له رندر. طيب ادي هو المشروع، دي المكان اللي انت هتشتغل فيه. دوس رايت كليك عشان تبدا تبص حواليك. تمام، وممكن تتحرك بالاسهم لو انت حابب بالشكل دوت. طيب ممكن تيجي هنا عشان تشوف السورس بانل، تقدر تشوف هتلاقي مرتب لك العناصر بتاعتك بالشكل دوت. عارفين مثلا دي الحاجات الخاصة بالاركتكتشر، فمثلا لو انت عايز تحط حائط هتسحب الحائط وتحطه بالشكل دوت. طبعا تقدر تعمل له مثلا روتيشن لو انت حابب بالشكل دوت، في الاكس في الواي في الزد. تقدر تكبر الحجم بتاعه لو انت حابب، مثلا 3 و3 والزد مثلا خليه 5 بالشكل دوت. تقدر تحط فلور. فجميل جدا ان هم فاهمين فكره الحاجات المعماريه وتقدر تحمل حاجات معماريه. طيب احنا قلنا هنتكلم في الماتيريال، فانا هاجي هنا واختار رايت كليك واقول له انا عايز ماتيريال واسميها مثلا ام اي تي. طيب الماتيريال ديت تقدر تسحبها وتحطها على اي عنصر مثلا بالشكل دوت. طيب ما عايزين نحطها مثلا بالشكل ده. تمام، طيب مجرد تسحب ودراج اند دروب هيبدا يحطها، ولو عملت سيلكت على عنصر هيبدا يجيب لي المعلومات الخاصه بالعنصر ده. وتقدر فيه هتلاقي هنا مثلا دور ويندو لو انت حابب تحط دور او ويندو زي ما انت عايز. ماشي، طيب ممكن نتكلم عن الحاجات المعماريه دي في مره ثانيه. الماتيريال هنا اللي هو الام اي تي، لو دوست عليه مرتين هيبدا يفتح لي نافذه اقدر ابرمج فيها او اقدر احدد خصائص الماتيريال. طيب هنا عايز مثلا اقول له الكالر بتاعي، هنا الكالر ده العادي، فانا هقول له انا عايز كونستنت بالشكل ده. كونستنت ده اللي انا اخترته في عنصر واحد بس، فتقدر تقول له اه او لا، يس اور نو. مثلا تقول له ده ميتاليك او معموله زيرو يبقى مش ميتاليك. طب ممكن تقول له واحد يبقى كده ايه العنصر ده هيبدا ياخد خصائص الميتاليك. طيب انا عايز اديله لون، ففي عندي كونستنت 3. كونستنت 3 هتلاقي فيه ثلاث حاجات اللي هو الار والجي والبي، ريد جرين بلو. فتقدر تتحكم في اللون زي ما انت شايف وتقول له اوكي، فيبدا ياخد اللون دوت. فتقدر تسحب وتقول له بيستارت. هيبدا ياخد اللون ويظهر عندي في الخامه هنا. وطبعا لو قلت له ابلاي يبدا يدي اللون دوت للعناصر اللي موجوده. هو كده بيسيف على الماتيريال. طيب لو انت حاطط عنصر وانت ما استخدمتوش ممكن تقول له كلين اب، فيبدا يشوف ايه الحاجات اللي مش مرتبطه ويمسحها. طيب احنا قلنا عايزين ندخل الصوره
في قلب الماتيريال، فاختار الصورة مثلا وابدأ اسحبها هنا وابدأ اسحب الصورة ديت. الصورة دي ممكن احطها بدل ال اللود اهوت، واقول له كلين اب، هيبدأ يحط لي الصورة على الماتيريال. لو قلت له ابلاي او سيف هتبدأ تظهر معايا هناك. طبعا نقدر نتحكم في الحجم بتاعها والتكرار بتاعها، ونقدر نقول مثلا عايزها الوان، عايزها ابيض واسود، عايزها الفا. طبعا لو انت عايز تحط الفا لون ويبقى فيه الفا هتختار اللي هو الفور كولر، لان الفور كولر بيبقى ريد وجرين وبلو الفا اللي هو الشفية. تمام. طيب ممكن برضو ده تقول له انا عايز ناخد نفس اللون ده برضو ونخليه ممتلك بالشكل دوت. ممكن تقول له روكنس اللي هو النعومة والخشونة. تمام. طيب لاحظ ان انا عندي مثلا هنا الاوباستي مش ظاهرة. طيب مش ظاهرة ليه؟ لو عملنا سيلكت هنا ودخلنا هنا هنلاقي ده اوبك. طب ممكن نقول له لا، طب انا عايزها يبقى في نوع من انواع الشفافية، فتبدأ تظهر معايا، فأقدر أتحكم في موضوع الشفافية. تمام. خلينا مثلا نحط كونستنت اللي هو ال 1 دوت، وأقول له خلي فيه أتحكم في موضوع الشفافية دوت، تظهر بس الصورة هنا عشان نقدر نتحكم فيها. اختفى تماما. طيب أنا هعمل سيلكت هنا وأقول له خلي ده 1 مثلا. طيب هو كده بيعمل الشفافية او لا. طب انا عايز اخد الشفافية من الصورة، يبقى اسحب كده واقول له خد الشفافية من الصورة دي وكلين اب عشان يمسح اي اضافات. فهنلاقي دلوقتي ان احنا في نوع من انواع الشفافية موجود. طيب لو انا عايز اتحكم في القيمة، يعني مش عايز 0 1 لا، انا عايز الاوبس دي اقدر اتحكم فيها، فهتلاقي عندي هنا في مالتي بلين. تمام. ده بيديله القيمة ديت اهي. ممكن اقول له مثلا خد القيمة اهيت. تمام. واقول له خد الاوفاستي الشفافية، وهقول له خد كونستنت عشان اقدر اتحكم في القيمة. تقدر تخلي القيمة دي مثلا 1، تقدر تخليها 0، تخليها زي ما انت عايز. زي ما انت شايف الشفافية اهيت بقت نص، ممكن تخليها مثلا 0.88، تبدأ تغير فيها، تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. وأول ما تعملها وتظهر معاك تقدر تقول له مثلا سيف أو أبلاي، يبدأ يطبقها على الموديل بتاعك. فتقدر تكون أي ماتيريال أنت عايزها من خلال التوصيل حاجات بسيطة زي ما أنت عايز. ممكن تقول له بقى الشفافية مثلا عايزها مثلا قليل خالص، مثلا ممكن تخليها مثلا 0.1 مثلا. ممكن نعمل توهج، نعمل لون نخلي فيه توهج بدل شفافية. تمام. خلي بالك الشفافية بدأت تختفي تماما. طيب ممكن نقول لا، ده انا عايزها مثلا 0.3. فتبدأ تظهر الاختفاء قليل. طيب انا هقول بقى ده انا عايز ديت، اعمل سيلكت على ديت واقول له امسحها ديليت. طيب هنا خليتها اللي هي التوهج، اقدر اتحكم في التوهج دوت، اخليها مثلا 1 ونبدأ نشوفها. وتقدر تزود عن واحد، ممكن تخليها مثلا 2 3 زي ما انت عايز، فيظهر معايا بالشكل ده. فسهل جدا تحط الصورة وتتحكم في الخصائص بتاعتها وتظهر معاك بشكل قوي. طيب لو انا عايز الصورة متبقاش متكررة، ممكن تقول له انا عايزها شيرد
باب وتقول له ابلاي ونشوف هيعمل ايه في المشهد. هو لسه بيرندر الصورة. طبعا تيجي تقدر تيجي هنا وتقول الكواليتي هتبقى عاملة ازاي. طيب خلينا نقول له عايز الشغل تسلم. تقدر تتحكم في الكواليتي بتاع الصورة بحيث ان هو مياخدش وقت في الريندر. يعني احنا دلوقتي مثلا عاملينها الكواليتي عالية، تقدر تخليها مثلا ميديم او لو بحيث ما ياخدش وقت في اثناء ما هو انت بتجرب الحاجه، وبعد كده لما تخلص خالص تخليها عاليه او تخليها سينما او تخليها اوتو زي ما انت حابب. هتظهر معانا مثلا بالشكل ده.